بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هي الأمينات؟ الأمينات هي مركبات عضوية مشتقة من الأمونيا NH3. طبعا NH3 مو مركب عضوي صح؟ الأمونيا مو مركب عضوي، ولكن احنا نحذف هيدروجين من هيدروجيناته وندخل مكانها شق عضوي، لذلك يصبح المركب عضوي. طبعا أماكن وجود مركبات النيتروجين العضوية هذه اللي هي الأمينات موجودة يعني في جميع الأعضاء الحية، الأحماض الأمينية، البروتونات، الهرمونات، فيتامينات، أحماض نووية DNA والRNA، وكذلك يتخلص منها الإنسان على شكل مركب اليوريا، وهذا موجود تكرمون في البول. شلون نقدر نقسم الأمينات؟ إذا بنتكلم عن عدد ذرات الهيدروجين المفقودة أو المستبدلة راح نقسمها 3 أنواع: أولية، ثانوية، وثالثية. أولية معناتها راح نحذف هيدروجينة واحدة من الأمونيا ونحل محلها شق الكيل أو شق أرايل. حلو. التسمية الشائعة لهذه الأمينات الألفاتية الأولية سهلة جدا، راح تكون الكيل أمين. مثلا هني هذا شق إيثيل راح نسميه إيثيل أمين، هذا شق بروبيل راح يصير اسم المركب بروبيل أمين، وهكذا. أبسط أمين أروماتي أولي هو الأنيلين. مر علينا الأنيلين؟ إيه مر علينا بتسميات وايد، لابد تكونوا حافظين الحين. إنزين، ثاني نوع هو الأمينات الثانوية. ثانوية يعني شنو؟ يعني حذفنا هيدروجينتين من الأمونيا وحطينا شقين عضويين. شقين عضويين يعني شنو؟ يعني يا اثنينهم شقين الكيل، أو واحد منهم أرايل وواحد الكيل، أو اثنينهم أرايل. وهذه عندك أمثلتهم. هني شقين الكيل، واحد إيثيل وواحد ميثيل، صار اسمه إيثيل ميثيل أمين. وهني شق الكيل وشق أرايل، صار اسمه فينيل ميثيل أمين. على أساس قلنا فينيل قبل ميثيل؟ الفاء قبل الميم. وهني ثنائي فينيل أمين. أمينات ثالثية معناتها حذفنا 3 هيدروجينات مالت الأمونيا وحطينا مكانها شقوق شنو؟ الكيل أو أرايل، الكيل أو أرايل أو مخلوط ما بينهم. مثلا هذا أبسط واحد فيهم، شلنا 3 هيدروجينات حطينا مكان كل واحدة شنو؟ شق ميثيل، صار اسمها ثلاثي ميثيل أمين. وأظن طريقة التسمية ما تحتاج شرح لأن خلاص أعطيناكم أمثلة. فإذا كان عندك الشق العضوي متشابه تقول ثنائي أو ثلاثي ميثيل مثلا أو إيثيل بعدين أمين، وإذا كان الشق العضوي مختلف فتقول مثلا إيثيل ميثيل أمين، ترتيب أبجدي. هذه أمثلة، شوف أول واحد هذا ثلاثي فينيل أمين، شوف هذا ثنائي ميثيل أمين، وأما هني هذه مجموعة الأيزو، عدل، أيزو بروبيل فينيل أمين. ليش قلنا أيزو بروبيل قبل؟ لأنه تبدأ بالألف صح؟ بعدين فينيل أمين. وأهم هذا آخر واحد، فعندك شق ميثيل وشق فينيل، الفينيل يأتي قبل الميثيل الترتيب الأبجدي بعدين تقول أمين. شلون نحضر الأمينات؟ في أكثر من طريقة. إذا تبي تحضرها من هاليدات الألكيل تقدر تجيب هاليد الألكيل وتحط له أميد الصوديوم أو تحط له أمونيا. حلو. شنو اللي بيصير؟ اللي بيصير إن الأكس هذا اللي هو الهاليد راح يأخذ الصوديوم، حلو، والآر راح يدش على NH2 أو مع الأمونيا راح يصير نفس الطريقة. تعال خلينا نشوف مثال. يقول يوضح بكتابة معادلات كيميائية عند تفاعل بروموميثان مع الأمونيا. بروموميثان شنو؟ ها؟ إيه هذا هو CH3Br، تمام، وهذا NH3. شو اللي صار؟ اللي صار سلمك الله تشيك وياي، هذا البي آر بياخذ له واحدة من الهيدروجينات وبيطلع يسوي لي HBr. تبقى هيدروجينتين ويا الN، راح يشبك هذا هني على الN ويصير عندي ميثيل أمين. طريقة ثانية تحضير الأمينات من مركبات النيترو. شلون؟ تقدر أنت تسوي اختزال حق مركبات النيترو، أنك تمرر غاز هيدروجين في محلول مركب النيترو في الكحول. في وين؟ في الكحول. طبعا لازم يكون في برادة نيكل أو بلاتين عشان يكون كعامل مساعد. خلينا نشوف مثال. يقول لي شلون نقدر نحصل على الأنيلين من النيترو بنزين. نقول سهالة، هذا النيترو بنزين نحط له غاز الهيدروجين المرر عليه، حلو، شرط انه يكون هذا في الكحول. شاهد ان نحط بعد المواد المساعدة اللي هو البلاتين وبرادة النيكل، وبعدين شو يصير؟ راح يحلون الهيدروجينتين ذول هني مكان اكسجينتين ويصير عندي
الأنيلين. شنو الخواص الفيزيائية للأمينات؟ أول خاصية أن درجات غليان الأمينات الأولية والثانوية أعلى من درجات غليان الألكانات أو المركبات غير القطبية المقاربة لها في الكتلة الجزيئية. ليش؟ لأن في مجموعة أمينو، مجموعة أمينو هذه قطبية اللي هي الN والH. ها؟ شوف هذه تصير دلتا سالب وهذه دلتا موجب، يعني جزئين سالبة وجزئين موجبة، ويصير في تجاذب، يصير في تجاذب اللي هو الروابط الهيدروجينية. كذلك يقول لي إن درجات غليان الأمينات أقل من درجات غليان الكحولات والأحماض الكربوكسيلية اللي لها مثل الكتلة الجزيئية مالتها. ليش؟ قال لك الرابط الهيدروجيني اللي في الأمينات أضعف. ليش؟ لأن الـ OH قطبية أكبر من قطبية الرابطة NH. هذه غلطة مطبعية هنا نشطبها، تمام؟ إذا هذا يك سؤال علل انتبه له. كذلك تزداد درجات غليان الأمينات المتشابهة في التركيب بزيادة الكتلة الجزيئية، وهذا كلام متكرر في جميع اللي درسناه. هني أيضا فرصة لسؤال علل، يقول لي الأمينات ذات الكتلة الجزيئية الصغيرة تذوب في الماء. ليش؟ لأنها تقدر تسوي روابط هيدروجينية مع الماء. تقل هذه الذوبانية كل ما زادت الكتلة الجزيئية، يعني كل ما زادت عدد ذرات الكربون في الجزيء تقل الذوبانية. هذا كلام مكرر درسناه وايد. خواص الكيميائية الأمينات، يقول الأمينات كلها أولية ثانوية ثالثية تشابه الأمونيا لأن كلها فيها ذرة نيتروجين لديها زوج حر من الألكترونات، يعني هذه نيتروجين وهني مرتبط بثلاث روابط سواء كانت أمين أولي أو ثانوي أو ثالثي، في كل الحالات راح يكون هني زوج من الألكترونات الحرة، لذلك هذا الزوج ممكن تعطيه إلى مادة أخرى أثناء التفاعل فتعمل كقواعد تتفاعل مع الأحماض وتكون أملاح. إذن كل الأمينات تعتبر شنو؟ قواعد. زين، في الأمينات الأروماتية انتبه زوج الألكترونات الحرة اللي موجود هني يعمل على تنشيط حلقة البنزين بحيث ممكن أنها تتفاعل بالاستبدال. وين؟ في وضع أورثو ووضع بارة. تعال يقول لي وضح بكتابة معادلات كيميائية تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الميثيل أمين. أقول سهالات، تشوف الأمونيا هني، مو الأمونيا، النيتروجين عنده زوج من الألكترونات الحرة، عدل؟ هذا الزوج راح ينط على الهيدروجينة ويسحبها، راح يسحب الكاتيون بدون الالكترونات، راح تظل الالكترونات وين؟ على السي ال، يعني راح يكون شيء شكله اتش رابطه سي ال، والرابطه راح تهني على السي ال، واما الاتش بينقز بدون الكترونات بيروح يلصق بهذه ككاتيون، فهذا راح يصير انيون وهذا كله راح يصير كاتيون، وراح يتحدون مع بعض يعطوني كلوريد ميثيل الامونيوم. شوف الشكل هذا، وهذا صار انيون. هنا أيضا فرصة جيدة لسؤال علل، يقول لي لا يتفاعل البنزين مع محلول البروم في الماء، ولكن إذا صار أنيلين يتفاعل مباشرة. ليش؟ لأن مجموعة الأمين مثل ما قلنا تومساع تعمل على تنشيط حلقة البنزين في أوضاع الأورثو ووين؟ والبارة، فيتم التفاعل بسهولة. يعني لو حطينا احنا بنزين كذي وبروحه زائد البطيخ هذا ما راح يتفاعلون مع بعض، لكن لأن حطينا أنيلين وحطينا NH2 هذه فوق شغلت أو فعلت أوضاع الأورثو والبارة، الأورثو والبارة. أما الميتة هذا ما له سوق اليوم كلش، لذلك لما صار التفاعل دش البروم وين؟ هني وهني وهني، واضح؟ والهيدروجينات اللي طلعت سوت مركبات مع البروم الباجي اللي هو الزايد. حلو، كل هذا طبعا يكون في وجود الماء لانه قال لك محلول البروم. يا رب تكونوا استفدتوا، والحمد لله رب العالمين.